طيب تعالوا نسمي بسم الله ونشوف مقادير الوصفه النهارده بتاعتنا ايه. اول حاجه ايس كريم الفانيليا، تعالوا نشوف مقاديره. معايا كوبايه لبن متلج، ضروري جدا جدا اللبن عندي يكون متلج. انا هجيب لكم اللبن كمان واحنا وانتوا بتتفرجوا كده مع بعض. ومعايا كوبايه كريم شانتيه، انا دايما بستخدم كريم شانتيه بدون سكر، بس في الوصفه دي في الايس كريم نقدر نستخدم بسكر عادي عشان يعني طعمه يبقى مسكر كده وحلو. الفاكهه بتاعتي سكرها قليل، اقدر ان انا اعدلها بالايس كريم بالكريم شانتيه اللي فيه سكر. يبقى قلنا كوبايه لبن متلج، معايا كوبايه كريم شانتيه خام، معايا فانيليا سايله، ودي بتفرق قوي في طعم الايس كريم، يعني خصوصا ايس كريم الفانيليا لو حطيتي سايله بتكون افضل واقوى في الطعم. معايا ربع كوبايه قشطه بلدي، ما عندكيش قشطه بلدي حطي قشطه نباتي، حطي قشطه اللي هي وش اللبن، اي قشطه عندك استخدميها. طب احنا قلنا كده ايس كريم الفانيليا مقاديره ايه؟ تعالوا نشوف ايس كريم الشوكولاته، مقاديره برده سهله جدا وبسيطه. نفس الفكره، معايا كوبايه لبن ساقع جدا جدا، يعني سيبيه في الفريزر مثلا 3 4 ساعات قبل ما تشتغل. ومعايا كوبايه حليب مكثف، طبعا حليب مكثف الجاهز غالي، فاحنا بنعمل ايه؟ بنعمله في البيت وهقول لكم طريقته واحنا شغالين. كوبايه كريم شانتيه خام، نص كوبايه كاكاو، يفضل انا بحب استخدم بسكر مش خام في الوصفه دي. ومعايا ربع كوبايه شوكولاته سبريدنج، دي اختياري بس بتعلي طعم الشوكولاته معايا. ونص كوبايه، ركزوا بقى الخلطه اللي جايه دي سر نعومه الايس كريم وترملته واللي هي النتيجه زي الجاهز بالظبط. نص كوبايه لبن، عليها معلقه كبيره نشا، عليها معلقه كبيره كاكاو خام، هنا انا بحط كاكاو خام، بقلبهم على النار وهيبقى القوام بتاعهم هوريه لكم دلوقتي، يعني لما تروحوا عنده هوريه لكم. يبقى نص كوبايه لبن، معلقه كبيره نشا، معلقه كبيره كاكاو خام، دي خلطه هاخدها على النار تشكل معايا زي المهلبيه واشيلها على جنب تبرد. يبقى قلنا كده ايس كريم الشوكولاته. تعالوا نشوف ايس كريم المانجا اللي هي يعني الحب كله او العشق كله. كوبايه لبن متلج، اهو انا ما جددتش اي حاجه غير ان انا بضيف طعم او نكهه للايس كريم بتاعي. كوبايه لبن متلج، كوبايه حليب مكثف، كوبايه كريم شانتيه بدون سكر، وكوبايه بيوريه مانجا. هقول لكم برده على معلومه واحنا شغالين في قصه الفاكهه. نفس الفكره، نص كوبايه لبن اقلبها مع كيس جيلي مانجا مع معلقه كبيره نشا، بقى عندي خليط تحفه يدي لون وطعم وقوام هايل. ومعايا لون بقى جل اصفر، ده اختياري لو المانجا بتاعتك لونها مزهزة. شوفوا انا المانجا عندي بهتانه شويه، يعني لسه المانجا ما حلوتش في السوق او يعني قليله جدا جدا اللي موجوده. لو انت مخزنه مانجا تقدري تعملي بيها الوصفه دي. طيب انا تعالوا بقى نلبس الجوانتي ونبتدي في الشغل.